قوله والجن والإنس يموتون، وهذا مجمع عليه أن الجن والإنس يموتون، لكن هل الملائكة تموت أو لا تموت؟ الجن والإنس يموتون، الملائكة هل تموت أو لا تموت؟ هذا محل بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إن الملائكة لا تموت وأنهم يدخلون في المستثنى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والقول الثاني هو قول أكثر أهل العلم أن الملائكة يموتون، لقول الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. ومن قال إنهم لا يموتون كابن حزم استدل بهذا الحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، قال يفهم منها أن الملائكة لا تموت، ولكن هذا استدلال عليل، إذ أن هذا استدلال بالمفهوم، والآية أصرح من, 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 من هذا المفهوم، فإن الآية قال الله فيها كل شيء هالك إلا وجهه. وعلى هذا فقول الجمهور أرجح، وهو أن الملائكة تموت كالجن والإنس ثم يحييهم الله عز وجل، وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لكن آخر من يموت من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، هم آخر من يموت من الملائكة، والله تعالى أعلم وأحكم جل وعلا. وعالم الآخرة يختلف يا أخوان عن عالم الدنيا، يختلف عن عالم الدنيا تماما، لا نستطيع أن نتخيله، فهو عالم مختلف تماما. فنؤمن بالنصوص كما وردت.